بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل الكلام عن تلوث المياه، والنهاردة هنتكلم على تلوث الـ Underground Water اللي هو تلوث المياه الجوفية اللي هي الـ Ground Water Pollution. في عندنا من أسباب هذا الكلام الـ Agricultural Products، المنتجات الزراعية، Underground Storage Tank اللي هي الخزانات تحت الأرض، Landfills مقالب الزبالة أو المدافن بتاعة النفايات، سيبتيك تانكس خزانات الصرف الصحي، والسيرفيس اللي هو الجدران السطحي لبعض المياه، وإمباوندمنت. وهنشوف إيه هذا الكلام بيتم إزاي. What is the cause of groundwater pollution؟ ما هي أسباب تلوث المياه الجوفية؟ Groundwater can become contaminated due to no way to clean itself. ما عنديش طريقة انها تنقي نفسها، تنظف نفسها. No way. ما فيش طريقة موجودة انه يتم التنقية الذاتية للمياه. Little dilutions and dispersions اللي هي قلة عمليات تخفيف والتشتت. Prime source for irrigations and draining اللي هي المصادر بتاعت الري ومياه الشرب. Removal of pollutant difficult، عملية إزالة أو صعوبة إزالة الملوثات. كذلك نقص كمية الأكسجين اللو أكسجين، المذاب عندنا في الماء بيزود نسب التلوث. Pollution moves in plants، تحرك الملوثات أو التلوث في أعمدة. كذلك عندي soil، التربة والروكس وبعض الأشياء الأخرى زي الإسفنج اللي هي سبونج. دي من ضمن الأسباب اللي بتؤدي إلى تلوث المياه الجوفية. Groundwater pollution causes، طب تلوث المياه بيسبب إلى إيه؟ إن الكلينينج does not work، وبالتالي عندي نقص low oxygen low flow rate، قلة أكسجين وقلة تدفق. Slow flowing rate، slow dilution and dispersion، برضه زي ما قلنا معدل التدفق بيقل، و تخفيف الديسبرشن اللي هو والتشتت بيخف. lower dissolved oxygen بيؤدي الى قلة الاكسجين المذاب. fewer bacteria to compose washes، قلة البكتيريا اللي بتساعد على تحلل النفايات. و temperature المنخفضة اللي بتؤدي الى slow down، تبطيء الكيميكال رياكشن. كذلك عندي الـ degradable and non-degradable waste in ground water اللي هي عملية النفايات القابلة للتحلل والغير قابلة للتحلل في مياه الجوفية عندنا. طب ازاي نمنع عملية تلوث المياه الجوفية؟ How ground water pollution prevention. اول حاجة find less hazardous substitute، ان احنا نبحث عن بدائل اقل خطورة. leak detection system، ان احنا نضع انظمة تكشف تسرب الحاجات اللي ممكن تنزل الى الجراوند وتتسرب الى المياه الجوفية. وبالتالي يجب ان احنا strictly regulating hazardous waste، ان احنا نضع نظام صارم للتخلص من النفايات. ما ينفعش تتخلص فيها تحت الارض، ما ينفعش تتخلص فيها بمناطق تؤدي الى وصول هذه النفايات الخطره الى المياه الجوفيه. وبالتالي بنقول ستور hazardous materials above ground، لان احنا بنحفظ المواد الخطره على السطح، فوق سطح الارض وليس تحت الارض. find substitutes for caustic chemicals، إيجاد بدائل للكيماويات السامة. كذلك keep caustic chemicals out of the environment، نحن نحفظ الكيماويات السامة خارج البيئة اللي موجودة عندنا، والخاصة أنها ممكن تلوث الـ underground. landfills and underground tanks اللي هي عملية دفن النفايات والتخزين أو الخزانات تحت الأرض، دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا لو منعناها نقدر نقلل تلوث المياه الجوفية.
وبالتالي require leak detectors on underground tank. وبالتالي احنا بنحتاج الى اجهزه لكشف الديتكتور تحت في التانكات اللي موجوده تحت الارض. Pan hazardous waste disposal، حظر التخلص من النفايات الخطره. Store harmful liquids in above ground tank with leak detection and collection system، اللي هو عمليه تخزين السوائل الضاره في خزانات فوق سطح الارض وليس تحت سطح الارض، مع وجود انظمه كشف عن التسرب والجمع والتجميع، وانظمه كشف عن التسرب وتجميع هذه السوائل اللي ممكن يحصل لها تسرب. يبقى احنا عندنا دي الطرق اللي انا بقدر اعمل بيها ديتكشن او بعمل بيها بريفنتيشن لتلوث مياه الاندر جراوند. تنظيف الجراوند ووتر بامب كلين اب، الجراوند ووتر بلوشنز كلين اب، عمليه تنظيف الجراوند ان احنا نعمل بامب تو سيرفس، بعمل عمليه ضخ الحاجات اللي على السطح بحيث ان انا اقدر اعمل تنظيف واقدر ارجع النفايات الى اسفل تاني اللي بعيد عن المكان. بقدر اعمل عمليه حقن انجكت مايكرو اورجانيزمز تو كلين اب كونتامينشنز، ان انا بقدر اعمل عمليه حقن كائنات حيه بحيث ازيل عمليه او انظف عمليه التسمم او التلوث اللي ممكن تحصل عندنا. ممكن اعمل بامب نانو بارتكلز اوف ان اورجانيك كومبوننت، ان انا بعمل عمليه ضخ لجزيئات نانو متريه من المواد العضويه، بعض المركبات العضويه اللي ممكن تنضف لي اللي هي الجراوند ووتر وتمنع او تقلل عمليه البلوشنز بتاعت الجراوند ووتر. ان شاء الله نشوفكم في المحاضرة القادمة.